السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 22. بإذن الله سنستكمل درسنا التسويق عبر البريد الإلكتروني. أهداف الوحدة: أولا، مفهوم التسويق الإلكتروني ومميزاته والتحديات التي يواجهها، التعرف على أنواع التسويق الإلكتروني، نصائح فعالة لاستراتيجيات التسويق الإلكتروني، التواجد على الشبكة العنكبوتية وكيفية زيادته، التسويق واسع الانتشار، مفهوم المواطنة الرقمية مع وسائل التواصل الاجتماعي، مفهوم التسويق عبر البريد الإلكتروني وأهميته، إنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، إنشاء حملة تسويقية عبر البريد الإلكتروني. من الأدوات التي تم استخدامها منصة الميل تشيمب. في درسنا اليوم سنتعرف على إنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني. أخذنا في الدرس الماضي التسويق عبر البريد الإلكتروني. ما المقصود بالتسويق عبر البريد الإلكتروني؟ المقصود هو وسيلة تسويق مباشرة تتيح للشركات مشاركة المنتجات والخدمات الجديدة مع جهات الاتصال المضافة لديها. تحول التسويق عبر البريد الإلكتروني الحديث من البريد الجماعي العام إلى التركيز بشكل أكبر على المحتوى والبريد الإلكتروني المخصص. ما الفرق بين البريد الجماعي والبريد الإلكتروني المخصص؟ في البريد الجماعي يتيح إرسال 500 رسالة وأكثر لجميع المشتركين، بينما في البريد الإلكتروني المخصص يتم استخدام المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدم وآخر عملية شراء. قارن بين أنواع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية. أولاً، الرسائل الترويجية وهي تستخدم للترويج لعرض للعروض الخاصة وإصدارات المنتجات الجديدة وما إلى ذلك. أيضاً، الرسائل الخاصة بالمعلومات وهي تشارك الأخبار المتعلقة بالأعمال، ورسائل خاصة بالإعلانات وهي الطريقة الأفضل لإبلاغ العملاء بإعلانات الشركة وإطلاق المنتجات الجديدة والتغيرات في الخدمة. بينما رسائل خاصة بإعادة المشاركة تساعد في إعادة الاتصال بالعملاء أو المشتركين الذين لم يكونوا نشطين مؤخراً. في الرسائل الترويجية عادة تتكون الرسائل من 3 إلى 10 رسائل وترسل على مدار عدة أيام وأسابيع، بينما الرسائل الخاصة بالمعلومات ترسل على فترات منتظمة كل أسبوع أو كل شهر، بينما الرسائل الخاصة بالإعلانات تعتبر آمنة وأكثر رسمية. وفي الرسائل الخاصة بإعادة المشاركة يكون الهدف من البريد الإلكتروني التذكير ويطلب من العميل اتخاذ إجراء يتعلق بالمنتج أو خدمة معينة. أهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني: يساعد على إنشاء استراتيجية تسويق قوية عبر البريد الإلكتروني في الوصول إلى العملاء المستهدفين، بالإضافة إلى التواصل معهم بطريقة شخصية وزيادة المبيعات بتكلفة مقبولة. أيضاً، تتمتع الرسائل عبر البريد الإلكتروني بالقدرة على إبقاء العملاء على اطلاع بالتحديثات. ما هي منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأكثر استخداماً وما المحددات لاختيار المنصة ولماذا؟ من أكثر المنصات استخداماً أولاً منصة السند إن بلو، ومنصة الميل تشيمب، ومنصة الكونستانت كونتاكت، ومنصة الكونفيرت كيت. ما هي المحددات لاختيار المنصة؟ أول محدد لدينا الميزانية. إذا كانت الميزانية محدودة فبالإمكانية استخدام منصة ميل تشيمب. أيضا من المحددات أنواع رسائل البريد الإلكتروني، فهي تعطي فكرة عن حجم البريد الإلكتروني المطلوب، مثلا عدد الرسائل التي يتم إرسالها. أيضا من المحددات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، فهي تتيح اختيار أو إنشاء جميع رسائل البريد الإلكتروني باستخدام منصة مثل منصة السند إن بلو. أيضا من المحددات التصميم، إذا كنت مبتدئا فهناك عدة خيارات، إما استخدام محررات البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات أو قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة، لكن إذا كنت تفضل برمجة الرسائل من البداية يفضل استخدام برمجة الـ HTML. هل يجب أن يكون تصميم البريد الإلكتروني صعباً أو تقنياً للغاية؟
لا يجب أن يكون البريد الإلكتروني صعباً أو تقنياً للغاية، فبإمكانك استخدام قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة أو محرر السحب والإفلات. استخدمنا منصة ميلتشيمب من أجل إنشاء حساب خاص بك وذلك لاستخدامه عبر البريد الإلكتروني. لإنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني أولاً لابد من إنشاء الحساب. لإنشاء الحساب أولاً نقوم بفتح الموقع عن طريق متصفح المايكروسوفت إيدج ونقوم بكتابة mailchimp.com. بعد ذلك نقوم باختيار ساين أب وتسجيل المعلومات الشخصية مثل الإيميل واليوزر نيم والباسورد. إذن لإنشاء حساب على منصة الميلتشيب نقوم من خلال متصفح إيدج بفتح الموقع mailchimp.com، بعد ذلك ساين أب، بعد ذلك نقوم باختيار الخطة المجانية وتابعة البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني واليوزر نيم والباسورد. بعد ذلك الضغط على علامة عدم تلقي رسائل بريد إلكتروني، بعد ذلك ساين أب. بعد ذلك ستصلك رسالة إلى إيميلك لتفعيل الحساب. بعد ذلك إعدادات الحساب. بعد إنشاء الحساب وتفعيله لابد من اختيار خطة التسويق المناسبة وإضافة المعلومات الشخصية. هنا نقوم باختيار الخطة المجانية، بعد ذلك نيكست. بعد ذلك نقوم بتعبئة البيانات مثل الاسم الأول والاسم الأخير واسم المهرجان البزنس نيم، هنا مهرجان التمور. هنا نقوم بإدخال العنوان. بعد ذلك نقوم باختيار الهدف من إنشاء المنصة وهي بناء موقع لبيع المنتجات. بعد ذلك نقوم بإدخال عدد المشتركين في الإيميل، هنا نقوم باختيار ليس بعد. بعد ذلك سكيب. بعد ذلك نختار أنواع الرسائل، هنا رسائل إخبارية. الآن قمنا بإعداد الحساب. إذن لإعداد الحساب نقوم باختيار الخطة المجانية. Next. نقوم بإدخال البيانات مثل الاسم الأول والاسم الأخير. نقوم بكتابة البزنس نيم، هنا مهرجان التمور. Next. هنا نقوم باختيار كتابة العنوان. اختيار البلد، المملكة العربية السعودية. بعد ذلك نيكست. هنا الهدف من الموقع وهو بناء موقع لبيع المنتجات. نيكست. نيكست. بعد ذلك الضغط على سكيب. بعد ذلك اختيار رسائل إخبارية. فينيش. الآن قمنا بإعداد الحساب. بعد إنشاء الحساب في منصة الميلتشيمب وإعداد وفتح حساب في المنصة وإعداد الحساب واختيار الخطة المجانية، الآن سنتعلم في درسنا اليوم إضافة جهات الاتصال بالإضافة إلى تنظيم هذه الجهات. إذن لإضافة جهات الاتصال نقوم بتحميل
ملف أبلود جهات الاتصال عن طريق استيرادها من ملف بامتداد CSV. إذن في الصفحة الرئيسية نقوم باختيار Audience الجمهور، بعد ذلك نقوم باختيار All Content، بعد ذلك نقوم باختيار Import Content أو إضافة جهات الاتصال، استيراد جهات الاتصال. بعد ذلك Upload File، نقوم بتحميل الملف بصيغة CSV أو بصيغة TXT File. لإضافة ملف بصيغة CSV نقوم بتحميل برنامج أو فتح برنامج الجوجل شيتس. بعد ذلك إضافة ملف جديد، ونقوم بإضافة جهات الاتصال في الجوجل شيتس مثل الإيميل أدرس والفيرست نيم واللاست نيم. نقوم بإعادة تسمية الملف جهات الاتصال. بعد ذلك تصدير الملف بقيم مفصولة بفواصل. بعد تصدير الملف نقوم بتحميله في منصة الميل تشيمب عن طريق Upload Your Content، بعد ذلك الضغط على Browser ونقوم بتحميل الملف التي قمنا بإنشائه. بعد ذلك Continue. إذن لإضافة جهات الاتصال نقوم بالضغط على Audience، بعد ذلك All Content، بعد ذلك Import Content، Upload a File. Continue. نقوم بالضغط على Browser وتحميل ملف جهات الاتصال الذي قمنا بإنشائه مسبقاً في الجوجل شيتس. الآن بعد إضافة جهات الاتصال نقوم بتنظيم جهات الاتصال. إذن بعد استيراد الملف CSV الذي يحتوي على جهات الاتصال الخاصة بك لابد من تنظيمها. إذن لتنظيمها نقوم باختيار المشتركين أو Subscribed، بعد ذلك الضغط على Continue Tag، بعد ذلك Continue، بعد ذلك مطابقة البيانات الإيميل أدرس والفيرست نيم واللاست نيم. بعد ذلك نقوم بالمراجعة والاستيراد. هنا مراجعة تم إضافة 4 إيميلات في مهرجان التمور. بعد ذلك View Imported Contact. بعد ذلك نقوم بالتأكد من جهات الاتصال. إذن لتنظيم جهات الاتصال نقوم باختيار المشتركين، بعد ذلك Continue، بعد ذلك مطابقة جهات الاتصال، بعد ذلك Complete Import، بعد ذلك عرض جهات الاتصال. وبذلك تم تنظيم جهات الاتصال. نشاط يمكنك إضافة جهات الاتصال في منصة الميل تشيمب عن طريق استيراد ملف بصيغة ألف البي دي اف باء السي اس في جيم الجي بي اي جي. ممتاز، يمكنك إضافة جهات الاتصال في منصة الميل تشيمب عن طريق استيراد ملف بصيغة السي اس في. 2، يمكنك إدخال جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق تطبيق ألف الجوجل شيتس، باء الجوجل سلايد، جيم الجوجل فورمز. ممتاز، الإجابة الصحيحة يمكنك إدخال جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق تطبيق الجوجل شيتس.
تعلمنا في هذا الدرس إنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني. تقويم ختامي: أجري بحثاً على الإنترنت حول منصات تسويق عبر البريد الإلكتروني الأكثر استخداماً، وبناءً على ما تعلمته من محددات لاختيار المنصة اشرح أيها تختار ولماذا. شكراً لكم على حسن المتابعة.